رصين وهدف جلسة الأولى نتعرفوا فيها ونتحدث أن يهان على أرض تونس. كذلك إخوتنا الليبيين لا يرتضون من الله، ونحن لسنا عصاة لله تعالى. نحييكم ونبلغ سلام إخوتنا إليكم، لأن نحن أنتم زي ما عارفين في مواطنهم الثاني اللي هو ليبيا. وأيضا لدينا بعض الملاحظات التي سنتكلم عليها في حينها، ونوضح أيضا في الاعتصام هي دول ما شاء الله متطورة ومتقدمة تقع فيها تجاوزات فظيعة. وشوف في بناء الوضع الداخلي وتخففوا علينا حتى المتاعب اللي احنا موجودين فيها. عقدنا طبعا اجتماع مبدئي في مدينة بن قردان، وسمعنا من الإخوة التونسيين اللي هم طبعا يعتبروا بلدنا الثاني وأهلنا، وإن شاء الله نحل كافة المشاكل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يكون رابط قوي بين الشعبين الشقيقين. وكما تعرفون أن ليبيا تمر بأحداث صعبة، وعلى الإخوة في الجانب التونسي أن يضبطوا الحدود ضبط جيد، ويخلونا نحن معناها يعني نشتغل على الوضع الداخلي لنبني الدولة، ثم بعد أن تبنى الدولة نحن نكون أقوياء والجانب التونسي يعني قوي، وبذلك نوحد الجهود ويعني نتطلع إلى المستقبل ونبني دولتنا.